بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة 23، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تترقب شرار الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. لا تترقب فراغ الأغيار، أي فراغ وقتك الذي أنت فيه من الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. معنى هذا الكلام، زيد من الناس لنفرض أنه طالب في الجامعة، يدرس في الجامعة، نظر فوجد الجو الذي يحيط به جو موجود وفيه ألوان من الفساد، والأمر يقتضي أن يكون رقيبا رقابة شديدة على نفسه، وأن يعتمد على كثير من الكوابح التي تصده عن الانحراف والانزلاق. ربما يخطر في بال هذا الإنسان أن يقول لنفسه: أنا الآن أمر بمرحلة، وهي مرحلة لا بد منها، لن أبالي من أمري كثيرا، بعد سنوات سأنتهي من الدراسة وسأتخلص من هذا الجو السيء، ولا سوف أنتهي من مشكلاته. يقول لنفسه هذا الكلام لكي يبرر عدم الاكتراث بمراقبة نفسه في هذه المرحلة، لكي يعطي لنفسه مبررات التساهل، نظرا إلى أنه يمر بمرحلة 4 سنوات أو أكثر نحو ذلك. إذن فلا ضرر ولا إشكال في أن يصيبه رشاش من هذا الجو، لأنه سيتجاوزه، يعني هو يترقى أن يتفرغ وقته من الأغيار، يعني من هذا الجو، من هذا الفساد. ونظراً لأنه يترقب ذلك، يدعوه هذا إلى أن يتساهل في حق نفسه في المرحلة التي هي فيها. هذا مثال. مثال آخر، زيد من الناس يمارس عملاً تجارياً في السوق، وجد أن هذا العمل التجاري في السوق أو في المحل الذي هو فيه يعرضه لبعض المخاطر الدينية، يعرضه لبعض الفتن أياً كانت. ربما قال لنفسه: أنا الآن أقامني الله سبحانه وتعالى في هذه الحال، لكن عما قريب سأبذل جهدا كبيرا أن أنتقل من هذا العمل إلى عمل آخر، ولذلك فبوسعي أن أتساهل الآن، لأنني مضطر أن أماشي وأساير هذا الجو الذي أنا فيه، ريثما أنتقل إلى عمل أبتعد فيه عن رشاش
الفاسد وعن وجود الأغيار التي تحجمني عن الله عز وجل أتساهل. هذه صورة أخرى. صورة ثالثة مثلا، إنسان اضطرته ظروف اجتماعية اقتصادية ثقافية إلى أن يرحل ويسافر إلى بلدة من البلاد الغربية الأوروبية، إما لدراسة أو للتجارة أو لأن يتقبض أو لأي شيء. نظر فوجد الجو موجود ووجد هناك مفاسد كثيرة. ربما يخطر في باله الخاطر ذاته يقول: مو أنني تساهلت، ولو أنني غضبت الطرف عن هذا الواقع واستسلمت للجو الذي أنا فيه لأحرج، لأن بقائي على كل في هذا الجو عبارة عن مدة قصيرة، وبعد حين سأرجع إلى بلدي وأتخلص من هذا الإشكال، ولسوف أعود طاهرا نقيا من المفاسد والأضرار. هذه التصورات كلها عبارة عن مزالق شيطانية ووساوس شيطانية خطيرة جدا، لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لها أو أن يغتر بها. الطالب الجامعي ينبغي أن يقول: لعل عمري الذي قيده الله لي محصول في هذه السنوات الأربع أو الخمسة، وربما جاءت المنية أو جاء الموت بعد ذلك، فلم أتمكن من أن أنتقل من هذا الجو إلى غيره. إذن ينبغي أن أستعصم وأنا في هذا المكان، وينبغي أن أحمل نفسي كل ما يمكن من أجل أن لا يمسني شيء من هذا الوباء، ومن أجل أن لا يمسني شيء من هذا الفساد. يعني ينبغي أن تكون رقيبا على نفسك من خلال مراقبتك لربك سبحانه وتعالى. طيب، في حين أنك إذا نظرت إلى المستقبل وتهاونت في مرحلة من المرحلة التي أنت فيها، وقلت أنا الآن في فترة دراسي وطلب هي كلها 4 سنوات وسأتجاوزها، لذلك لا إشكال لأن المرحلة قصيرة في تصورك ولأنك ستتجاوزها بعد حين. هذا الموقف غلط وموقف خطير. لماذا؟ كما قال ابن عطاء الله السكندري: هذا التصور يحملك على أن لا تراقب الله سبحانه وتعالى في حق نفسك، يحملك على أن تتساهل، فلا تكون رقيبا على نفسك من حيث إنك تراقب الله الذي يراقبك ويراك. هكذا يكون شأن من يتصور في نفسه هذا الأمر. لكن عندما تفرض أن حياتك ربما كانت محصورة في هذه السنوات، ربما لا يتسنى لك أن تخرج من هذا الجو، عندما تعلم ذلك ستدفعك خطورة هذه المرحلة إلى أن تكون دائما مراقبا لله، وأن تلتجئ دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو الله في البكون والآصال، تقول له: يا رب لقد أقمتني في هذا الجو وهو جو موجود وفيه فساد وفيه مغريات، وأنا لا أستطيع أن أعتمد على حول لي وعلى قوة، أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأعني. وهكذا دائما تكون مع الله، أي تكون مع الله في معرفة أنه يراقبك، تكون مع الله في الالتجاء إليه، تكون مع الله في الدعاء، تكون مع الله في تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الجو الموجود لا يؤذيك ولا ينالك منه أي رشاش، ولسوف تكون في هذا الجو الموجود كما كان سيدنا إبراهيم في تلك الميراث التي أوقدها له نمرود. نعم، بينما لو أنك قلت هي مرحلة ستتجاوز ولسوف
الموسيقى لسوف أتطهر فيما بعد، لأنني سأخرج بعد ذلك من هذا الجو. هذا تصور خطير يجعلك تستسلم، يجعلك تنسى مراقبة الله لك، ويجعلك في غنى عن الالتجاء إلى الله عز وجل. لاحظوا دقة كلام ابن عطاء الله. كذلك من الأمثلة الأخرى الذي عرضناها، هذا الإنسان الذي قضى الله عز وجل أن يكون تاجرا في سوق من الأسواق، يبيع البضاعة في محل من المحلات. هذا المحل الذي هو فيه يعرضه لمشكلات، يعرضه لمغريات، ولا داعي إلى أن نفصل في ذكر الأمثلة. طيب، ما الحل؟ أن يقول له الشارع: دع العمل الذي أقامك الله عز وجل في مجلس في بيتك. لا، لا يقول له الله عنه، بل الله عز وجل يكلف كل منا أن ينهض فيطلق باب الرزق من طرق المشروع. نعم، لكن ماذا يقول الله عز وجل لك؟ يقول الله: الخلوة في الجلوة. ليس المهم أن تهرع إلى دار وتغلق الباب على نفسك وتجلس خاليا بعيدا عن المجتمع وتقول: يا ربي أنا بهذا الشكل أجاهد نفسي في أن لا أنحرف ولا أتي. نعم، هذا الوضع سهل، وهذا ليس جهادا، إنما الجهاد أن توجد في السوق وأن تخرج إلى المجتمع وأن تحتك بالناس وأن تمارس عملية الصفق في الأسواق والبيع والشراء والتجارة، وبذلك تتعرض للغش. ستدعوك نفسك إلى أن تغش لأنك ترى الأرباح القائمة التي ستدخل عليك من وراء الغش. ستجد نفسك معرضاً للخطر والكذب والغضب في المعاملة، لأنك ستجد أن هذا هو السبيل الذي يدر عليك رزقك. ستجد نفسك في مجالات كثيرة معرضا لأن تدفع الرشوة. في هذا الجو يظهر جهادك ويظهر صمودك وعدم صمودك. أما أن تصمد وأنت في أقل ذلك فليس صمودا. نعم، ففي هذه الحالة تستمسك ولا تنزلق، أو تكون في متجرك وفي محلك، الزبائن مختلفون، ذكور إناث، نعم، أوضاع مختلفة. ربما كان الجو الذي من حولك مغريا، ربما كان الجو الذي من حولك، نعم، يدعوك إلى الانحراف. هنا يظهر الاستبسال والتمكن. فالمشكلة أين تكمن؟ تكمن في أن يقول هذا التاجر لنفسه: نعم، الآن أنا في هذا الجو، لكن أنا سأهيئ لنفسي عملا آخر، وسأتحول إلى تجارة الجملة مثلا، وسأكون بعيدا عن السوق، بعيدا عن الزبائن وما إلى ذلك، وعندئذ لا أتعرض لهذا الأمر، نظرا إلى أني سأتجاوز هذه المرحلة. الآن عبارة عن أيام، أشهر أو سنوات قليلة، أتساهل، والله سبحانه وتعالى يعرف بأنني سأنتقل، سأترك هذا العمل قريبا. من قال لك إنك ستوفق للانتقال من هذا العمل؟ ربما حاولت ولم تتمكن. من قال لك إن عمرك سيمتد إلى أن تترك هذا العمل بعد أشهر أو سنوات وتمارس غيره؟ من قال لك ذلك؟ لا تضمن. إذن اعتبر أنك الآن في نهاية عمرك، هذا هو كل وقتك وهذا هو كل عملك، وأنت ترى الخطر من حولك. ماذا تصنع؟ تراقب نفسك، من حيث تراقب الله سبحانه وتعالى، وتظل دائما ملتجئا إلى الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يحميك وأن يحصنك بحسنه المنيع من شر نفسك ومن شر الخلائق ومن شر عباد الله جميعا.
شعورك بخطورة الموقف وبأنه قد لا يتسنى لك الخروج من هذا الجو إلى جو آخر يضطرك إلى كثرة الالتجاء إلى الله، يضطرك إلى كثرة التضرع على باب الله، يضطرك إلى أن تكون دائما مراقبا لنفسك. لاحظوا هذا المعنى الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله. كذلك من الإنسان أمثلة كثيرة، الإنسان الذي ذهب لضرورة لظروف أحوجته إلى أن يذهب إلى البر لدراسة لتطبع لعمل لتجارة لنحو ذلك. ونحن قلنا إن هنالك ضوابط، الأصل أن الإنسان يجود له أن يجود بلاد الله كلها. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وهذا إعلان صريح من الله عز وجل أن بلاد الله لكل عباد الله، لكن في شروط. ينبغي إذا وجدت في مكان ما أن تستطيع النهوض فيه بأوامر الله، وأن تتمكن من الابتعاد عن نواهيه، سواء في حق نفسك أو في حق أسرتك وأولادك. فلنفرض أن هذا الشرط كان موجودا، لكن الجو موجود، الشرط موجود صح، لكن الجو يظل موضوعا من حولك. ربما قال هذا الإنسان في حق نفسه: فلان أفتاني وقال يجوز لك أن تذهب إلى الغرب لضرورات الاكتشاف، التجارة، التطبع، الدراسة. طيب، إذا معنى ذلك أنا في مرحلة ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذني فيها. قد يصيبني رشاش من الجو الذي أنا فيه، ولكن على كل بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة سأعود، وعندما أعود أبتعد عن الأغيار وأعيش مع الله سبحانه وتعالى طاهرا نقيا. هذا الحلم غير جائز وخطير جدا، لأن هذا الإنسان عندما تتمكن هذه الفكرة منه يستسلم ولا يبالي، فإذا استسلم جرفه التيار، وإذا جرفه التيار أذهبت، ربما لا يعود، وربما إن عاد يعود وهو يحمل الجراثيم التي توضعت في كيانه في تلك البلاد، فيرجع موضوعا، يرجع وهو يحمل قدرا كبيرا من الفساد. إذا ما العمل؟ العمل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: انظر إلى الحالة التي أقامك الله عز وجل فيها، تخيل أنها نهاية عمرك، تخيل أنك لم تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة التي أنت فيها، ربما كان الموت ينتظرك. إذا ماذا تصنع؟ والجو من حولك خطير، فيه أوضاع كثيرة وفساد ومغريات. عندما تزيل من فكرك المستقبل وإمكانية الانتقال من هذا العمل إلى عمل آخر، فلسوف يدفعك هذا الشعور إلى استمرارية مراقبة الله، وإلى الدوام على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل على أعتابه. هذا معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله تعالى: لا تترقب فراغ الأغيار، يعني لا تترقب وأنت في المرحلة التي أنت فيها تجد الجو من حولك سيء، لا تترقب فراغ الوقت الذي أنت فيه من هذه الموبقات، من هذه الشواهد، فإن ذلك إذا ترقبت وتأملت فإن ذلك يقطعك عن وجوب المراقبة لله فيما هو مقيمك فيه. عندئذ تستسلم وتطمئن بالا، وهذه الحال تقطعك عن مراقبة الله والالتجاء إليه والتضرع على أعتابه وشعور أنك في خطر، وأن الجو الذي أنت فيه يمكن أن يهلك وأن تغرق فيه. عندما تتأمل المستقبل وتترقب فراغ هذه الحالة منك وتحولك
يعني عندما أذهب إلى أوروبا وأجد الذين يعيشون فيها ماذا أجد؟ إلا ما رحم ربك طبعا. أجد أناسا سأل ناسا كثيرون من أمثالي أخذوا المبررات بأنهم معذورون بإقامتهم في تلك البلاد. طيب معذورون قد يكونون فعلا معذورون. ونظرا إلى أنهم معذورون نعم وهنالك مبررات شرعية يقول الواحد هنا لنفسه أنا أخذت الفتوى أنا الآن أعالج نفسي من أجل التخلص من مرض معين يقتضيني البقاء هنا سنة كاملة. أنا وفدت لدراسة للحصول على شهادة معينة وأنا أخذت فتوى بأن لي الحق أن أجلس في هذا المكان لهذا العمل أو أنني تاجر أريد أن أحصل على مصنع على أشياء أريد أن أكون وكيلا لبعض الشركات يأتي بعد ذلك إلى هنا أخذ فتوى يقول لا علي أنا إقامتي هنا مدة هذه الفتوى فقط وبعد حين سأعود ولذلك لا أشكال أنظر إليه وأجد أن الجو من حوله مبلول المغريات من كل الجهات إن كانت يعني تتجه إليه هو أو تتجه إلى أولاده وأسرته مغريات موجودة لكن نظرا إلى أنه أراح نفسه وفكر أن الذين أكثر له قالوا ما دمت بحاجة للإقامة إلى هذا في هذا المكان فلا بأس قالوا أنا عندما أنتهي سأرحل وعندما أعود إلى بلدي سأتخلص من كل هذه الموبقات وقع في قائلة ما يقوله ابن عطاء الله أنظر إليه وأجد أنه قد أسند ظهره إلى جدران الطمأنينة والأمان لا يستشعر بأي خطر. طيب تقيم وأخذت الفتوى لكن أشعر نفسك بالخطر الذي يخلق بك من أين لك الضمانة أن تستطيع التحول من هذه الحالة إلى حالة أخرى بعد أشهر أو بعد سنوات قد يأتي الأشهر. إذا أشعر نفسك خطورة ما أنت فيه راقب الله يلتجئ إلى الله يستعصم بالله يسأل الله سبحانه وتعالى الباري في هذه الحال يجمع لك بين الحسنين بين مصلحتك التي تحققها في إقامتك هنا وبين حماية الله عز وجل لك يحميك عن ذلك. لكن أكثر الإخوة الذين يوجدون في ذلك المكان يسلمون أنفسهم إلى الله وإلى الأمن والطمأنينة لهذا الذي أقوله لكم وهذا خطأ. ومن ثم تنظر فتجد أن كثيرا من هؤلاء لم يعودوا بعد أن انتهت حاجتهم إلى بلادهم لأن الوباء أطبق عليهم ثم أطبق ثم أسرهم فبقوا هناك. كثيرون هم الذين جرت التيار أولادهم وأهليهم لو أن الآباء أرادوا أن يعودوا الأبناء لا يريدون لأنهم استأنسوا بذلك الجو. نعم هنالك مثل يقول إن الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكل الطعام ويطلب تناوله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يقع الإنسان في جو يضطره إلى أن يتناول شيء محرم يضطره. طيب عندما يقع هذا الإنسان في هذا الجو ويجد أنه مضطر الباري سبحانه وتعالى رحيم وكريم والقاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات لكن هذا الإنسان الذي ألجأته ضرورته إلى أن يتناول طعاما محرما أو أن يوجد في مكان مشروع أو محرم كيف يتناول ذلك؟ يتناوله تناول الإنسان
الإنسان الذي يتجرع دواء منهم تعافه النفس، يأكل اللقمة وهو يشعر بأنه كأنما يأكل سمنا، يعني ولسان حاله يقول يا رب والله لولا الضرورة لما أقدمت على هذا العمل. هذا الإنسان وضعه يدل على أنه يراقب الله وعلى أنه فعلا يتحرك منا الضرورة فقط، لكن واحد آخر يعيش في الجو ذاته الضرورة تلجئه إلى العمل الذاتي، لكن عندما يجلس ليتناول هذا الطعام المحرم كأنه كان يبحث عن فرصة رآها عنده، وكأنه كان يتحايل للوصول إلى هذه الأمنية وإلى هذه المتعة أو هذه الشهوة، فوجد السبيل إلى ذلك وانتهز الفرصة وآخر يجلس ويقول أكل إنسان نعم مهم يستشعر لذة ما يأكل تحت اسم أن الضرورات تبيح المحظورات، هل هذا مثل ذاك؟ لا، هذا معنى المثل القائل الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكله وهو يستشعر لذة ما تعطيه، فرق بين هذا وذاك. رجل ذهب إلى بلاد الغرب تحت المرارة، الحاجات تنزل منزلة الضرورة أيضا كما قال الفقهاء، طيب لكنه يراقب الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، هذه المراقبة هذا الخوف من الله هذا الذكر الدائم لله عز وجل يجعله دائما يتألم يقول يا رب ألم تراقب الآن أنا الآن أجد هذه المعاصي وهي تبني مني بمغرياتها بأسبابها بكذا وكذا وأنا ألتجئ إليك آملا أن تبعدني عنها، أخشى يا رب أن أقع في مغبتها، فهل أنت راض عني يا رب؟ والله إنني لست مسرورا بإقامتي في هذا المكان، أنا أشعر أنني في السجن. هذا الإنسان نعم ذهب إلى ذلك المكان لكنه من شدة خوفه ومن شدة مراقبته لله نعم دون أن يرتكب معصية يشعر وكأنه يرتكب المعصية. زيد آخر أخذ الفتوى مثل ما أخذ هذا وذهب إلى هناك، وجد جوا رائعا، وجد أشياء نعم تتفق مع مشتهيات النفس، فنسي الأمر كله وقال أنا أخذت الفتوى واستسلم للجو الذي هو فيه. انظر الى مصير هذا ومصير ذاك، ذاك الذي يخاف ويلتجئ الى الله لن يضره الجو الذي هو فيه ابدا لانه مع مراقبه الله سبحانه وتعالى. اما هذا الاخر فما هي الا ايام او شهور التياب لا بد ان يجرفه، يقول قائل يا اخي تاخذ الفتوى. صح أخذ الفتوى ولكن ينبغي أن يكون يقظاً بالخطر الذي يحدث به، وما ينبغي أن يركن إلى هذه الفتوى نعم ويقول على كل هي مدة قصيرة وسأنتقل بعد ذلك فالله لن يؤاخذني مهما كانت الحال التي أنا فيها. كذلك الإنسان الذي يمارس عمل تجاري، كذلك الإنسان الذي يمارس دراسة، كذلك الإنسان الذي يكون في أي جو أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. التاجر طيب ما يكون له اطلق تجارتك؟ لا نقول له اقام العباد فيما اراد، انا اقام لله في هذه الحاله التي ترون، لكن فلان من الناس اقامه الله في عمل تجاري مكانه الذي هو فيه السوق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الاسواق وعن الجلوس في الطرقات وحذر من ذلك كما تعرفون وكما قرانا. طيب ولكن هل يشمل هذا النهي هذا الانسان التاجر؟ لا لا يشمل، لانه معذور لان عمله في السوق، كما قال اولئك الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اسواقنا يا رسول الله ولا بد لنا منها. طيب اذن هذا التاجر لا بد له من ان يوجد في سوقه، طيب هل نقول له إن الشارع يعطيك الحق في أن تبقى في هذا الجو الذي أنت فيه
ريثما تنتقل إلى جو آخر طاهر نقي من الأجرام. ولذلك فأنت الآن تبقى على هذه الحالة، لكن فكر في أن تنتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى. لا نقول له هذا الكلام، ما دام الله عز وجل قد أباح له هذا العمل التجاري، إذا له أن يبقى في هذا المكان. طيب يا أخي، هو معرض للمشاكل، معرض للربا، معرض للغش، معرض للغمر، معرض للكذب في المعاملة، معرض للرشاوة. نعم، أن يأخذها أو أن يعطيها، معرض لهذا كله، معرض لمغريات أخلاقية بسبب وجوده في السوق. لا نقول ينبغي أن يعيش الإنسان في جو لا مغريات فيه، مستحيل. إلى أين يذهب؟ هذه سنة رب العالمين. الباري عز وجل جعل أجواءنا فيها هذه الشوائب من أجل أن يمتحننا ويفتننا بهذا الجو. ترى هل نصبر؟ ترى هل نترفع عن المحرمات؟ نجمع بين العمل الذي شرعه الله والترفع عن المحرمات، أم ننضرب خلال أيام أو خلال أسابيع أو أشهر إلى المحرمات؟ نعم، لكن ماذا نقول؟ نقول له أقامك الله سبحانه وتعالى تاجرا في هذه السوق، وعليك أن تتصور أن عمرك ربما وصل إلى نهايته، ولسوف يأتيك الموت وأنت تمارس هذا العمل. ربما ماذا تصنع؟ لا مجال لأن تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر. طيب ماذا تصنع؟ ما في غير وسيلة واحدة. ما هي هذه الوسيلة؟ كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة التبرع على أعتاب الله، كثرة الدعاء، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالإكثار من الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى، هكذا نقول له. والواقع أن هذا التاجر الذي يجمع بين هذين الأمرين يذهب إلى السوق كما يذهب غيره، كما يذهب الآخرون، ويستقبل الزبائن أشكالا وألوانا، ويسقط في الأسواق تماما، يبيع يشتري، لكنه يمارس هذا الدواء، يأخذ نفسه بهذا العلاج، دائما يلتجئ إلى الله، كل يوم له ورد من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، من الأذكار. كان يصلي الفرائض مع ضرورة من النوافل، يعني مع المؤكد أخذ يضيف إلى ذلك، أخذ يقوم الليل، كل ذلك من أجل أن يحميه الله في الجو الذي هو فيه. هذا هو الدواء، لكن هذا يأتي نتيجة أن يتصور هذا الإنسان أنه ربما لا يستطيع أن يترك هذا العمل إلى غيره، وربما ريثما يتهيأ له ذلك يأتيه الأجل. إذن أقول أنا أترك نفسي على سجلتها، أمارس المحرمات، ريثما أنتقل إلى عمل نظيف؟ لا، هذا لا يقال بشكل من الأشكال أبدا. ونحن عندما ننظر إلى التجار نجدهم فريقين، فريق أدرك هذا المعنى واصطبغ بهذا الذي نقول، فهو يجد أن الأخطار تحدق به من كل جانب، المالية وغير المالية والمغريات وما إلى ذلك، هو دينه عزيز عليه، وهو لا يجد مجالا للانتقال إلى جو آخر حتى يمني نفسه ويؤمن نفسه بهذا الانتقال. ماذا يصنع؟ دائما يلتجئ إلى الله، يكثر الالتجاء إلى الله. ومن جملة الوسائل التي يسلكها كثرة الصدقات، يتصدق بالمناسبات المختلفة لكي يحميه الله عز وجل. أنظر، وإذا هو في حصن حصين مكلوء بعناية رب العالمين، النيران تلتف به من حوله ولكنها لا تبدو إليه. لاحظوا الوصية الغالية التي يقولها ابن عطاء الله السكندري. نعم، فريق آخر من التجار استسلموا للجو الذي هم فيه. نعم، وربما إذا جاء من يقول
إنك في جو خطير، إن من حولك مغريات، إن من حولك أسباب الانزلاق، وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله قد يودي بدينك. ربما قال الآن أنا في مرحلة بعد قليل سأترك هذا العمل إلى عمل آخر، هي مدة زمني ستنقضي. يريح نفسه بهذا الكلام، وربما كان الشيطان الذي ينفث فيه هذا التصور. طيب، ويستسلم، لا ينتقل ولا يتحصن ضد هذه الموبقات، وتنظر وإذا بهذا الجو قد عصف به. لو أنه شعر الخطر، ولو أنه علم أنه ربما لا يستطيع أن يخرج من هذا الجو المليء بالأغيار، على حد تعبير ابن عطاء الله السكندري، الموبقات، ماذا يصنع؟ ودينه عزيز عليه، يلجأ إلى ما التجأ إليه زميله. كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة الدعاء، كثرة التضرع، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الصلاة، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، إذا لحماه الله عز وجل كما حمى زميله. وجوده في هذا الجو لا مانع، بالعكس هذا هو الإنسان المجاهد. وقلت لكم القاعدة تقول الخلوة في الجلوة، يعني رجلان، واحد ينزل إلى المجتمع يجاهد في سبيل الله عز وجل بالدعوة إلى الله أو بالعلم أو بالتجارة والزراعة والصناعة وما إلى ذلك، ويرى الموبقات من حوله فيترفع فوقها ويبتعد عنها، دائما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أخله قال أنا ابتعد عن هذا الجنة، ذهب إلى مغارة، إلى مكان بعيد 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 جدا منعزل، وجلس في مكانه يقرأ القرآن ويصلي. أيهما أقرب إلى الله؟ الأول. هذا هو المجاهد وهذا هو الصابر. نعم، هذا شيء معروف، وهذا معنى قوله الخلوة في الجلوة، يعني كن مختليا مع ربك لكن ضمن جلوة تحتك فيها بالناس جميعا. يقول كيف السبيل إلى أن أجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟ لا، هم متناقضين، الأمر ميسر. سبيل ذلك كثرة التضرع، كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والباري سبحانه وتعالى كل ما إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نحن هذا الكلام الذي نقوله تفسيرا لهذه الحكمة الرائعة، الواقع لا نتخيل، نعيش واقعا، وأنا أعلم هذه البلدة كيف كانت وإلى ما آلت، وأعلم الأصناف من الناس الذين أخذوا بنصيحة الإسلام، وهذه جاء بها ابن عطاء الله من جنبه، لا، هذا ما يأمرنا به ديننا، هذا ما يأمرنا به كتاب ربنا، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في عهد صحابة يخرجون إلى التجارة ويخرجون إلى الأسواق ويسافرون إلى بلاد الشام حيث الرومان، ويسافرون إلى بلاد العراق حيث الفرس، ولا يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرضون للمشاكل، لكنهم كانوا بالتجاههم إلى الله أبطالا صامدين. نعم، أذكر أن دمشق فيما مضى شهدت أسواقا، هذه الأسواق كانت مجتمعا لعلة التجار، وكل واحد منهم يملك لا أقول الملايين بل أكثر. نعم، وكانوا يمارسون التجارة بالنهج الذي يمارسه الناس اليوم، التجارة دائما تعرض صاحبها لمشاكل، تعرض صاحبها للربا، تعرض صاحبها للموبقات، للكذب، للخديعة، للغش. نعم، لكنهم كانوا بفضل التجائهم إلى الله محصن ضد هذا كله، ضد هذا كله محصن، يمارسون أعمالهم التجارية بكل معنى الكلمة وبكل نشاط. إذا يعيشون في جنوب، بل يعيشون في نيران تلتقط، ومع ذلك فإن النيران لم تكن تلتهمهم ولم تكن تدن إليهم. ما هو الدواء الذي كانوا يأخذون أنفسهم به؟ مراقبة الله وكثرة الالتجاء إليه. أذكر أنني كنت أمر
السوق الذي أحدثكم عنه، فأجد كثيرا من هؤلاء الرجال الكبار، نعم، وقد فرغوا من محادثة الزبائن وما إلى ذلك. بماذا يشتغلون؟ أمامه دلائل الخيرات، دلائل الخيرات. يقرأ ورده اليومي الذي يقرأه من دلائل الخيرات في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ كتاب الله عز وجل من حيث وصل وله ختم، لا بد أقل المراتب في كل شهر يختم ختم، يقرأ القرآن، أو عنده كتاب مثل كتاب إحياء علوم الدين الغزالي يقرأه. فإذا جاء الزبائن أغلق واشتغل معه، نعم، وقام بشأنه. هذا شيء أعهده وأعرفه، وكل هؤلاء الناس من كبار التجار. طيب، كانت النتيجة أن الله جمع لهم بين الأمرين. ما في داعي يتحول من التجارة إلى غيره، يقول أنا بكرة بيترك لنا، ما في داعي. امتلكوا الملايين الكثيرة والكثيرة، وفي الوقت ذاته حماهم الله من الموبقات، حماهم من الغش، حماهم من المكر والكذب في المعاملة، حماهم من الربا، حماهم من كل هذه الأشياء. وقال لهم الله سبحانه وتعالى، يعني بوابة الجنة ليست محصورة في أن يكذب الإنسان وأن يغش وأن يخدع، بل بوابة الجنة الحقيقي الطاهر تكمن في أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى. خلف من بعدهم خلف، هذا الخلف كأنما استيقن أن بين التجارة والصفق في الأسواق والاستغراق في العمل اليومي في أمور المال وبين الالتجاء إلى الله تناقض، هكذا يتخيلوا. يعني الإنسان الذي يستغرق في عمله التجاري من أجل المال وغيره ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه المجالس، ينبغي أن يكون بعيدا عن الانشغال بتلاوة القرآن بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أصبح الواحد من هؤلاء كالشاة التي خرجت من حصنها، من المكان الذي يقيها من الذئاب، وسارت هكذا في البيضاء تائها، ما بد أن يقتنصها الذئب في ساعة من الساعات. هؤلاء ما التجأوا إلى حصن مراقبة الله، كثرة التضرع على أعتاب الله، كثرة الدعاء، ما التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فتركهم الله سبحانه وتعالى، كما قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وماذا صنعوا؟ والله لم يجمعوا أكثر مما جمعه سلفهم، أبدا إطلاقا. ولو شئت لعددت لكم العوائل التي كانت يضرب بها المثل في الغنى في هذه البلدة، لكن الواحد منهم كان في المساء طالب علم وفي النهار تاجرا عالميا من أكبر التجار. في النهار تاجر، وإذا جاء المساء تأبط كتابه وذهب إلى المسجد أو المكان الذي يدرس فيه الفقه أو التفسير أو التوحيد أو نحو ذلك. نعم، إذن الجو الموجود لا يقول لك الله سبحانه وتعالى لا توجد في هذه الحالة، كنا سنترك المجتمع ونعيش في الكهوف، لكن ماذا يقول لك الله عز وجل؟ إذا أقامك الله، أقامك الله في جو بهذا الشكل، وأنت تمارس عملك بنهج مرسوم شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا تبالي بالجو الذي يحيط بك، لا تبالي، لكن بشرط أن تلتجئ إلى الله، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كثير التضرع على أعتاب الله عز وجل. كذلك الطالب الذي يعيش في الجامعة، كثيرا ما يأتيه الطلاب يقول لي والله أنا أدرس في قسم اللغة الإنجليزية أو أدرس في كلية كذا، وأنظر فأجد الجو من حول سني وموضوع إلى آخره، ماذا أصنع؟ هل أترك؟ ماذا أقول له؟ إن قلت له نعم، إذا كان هذا الجو موبوءا إذا ينبغي أن تتركه،
بقطع النظر عن قدرتك على الصمود او عدم قدرتك على الصمود. طيب ممكن ان اقول هذا لكل شاب ملتزم، وعندئذ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل اننا نعصي الله عز وجل في ان هنالك مجموعه ثقافات ومجموعه اختصاصات علميه ينبغي ان ننهض بها فلا ينهض بها احد. هذه مصيبه، اليس كذلك؟ طيب هل اقول له نعم ان هي الا 4 سنوات تمر كانها منام؟ لا باس، لا اشكال. ارقى معنى ذلك انني اقول له اسند ظهرك الى الامن والطمانينه ودع هذه الاجواء الفاسده تهيمن عليك، بعد 4 سنوات ستترك. كمان غلط. اذا ماذا اقول له؟ اقول له انت مؤمن ومسلم وتخاف الله، ابق كما انت، ولكن اكثر من الالتجاء الصادق الى الله. كن دائما كثير التضرع الى الله. كان برنامج حياتك الدينيه قبل ان تدخل الجامعه انك تقرا في اليوم 10 دقائق، نقول اقرا في اليوم نصف ساعه. كنت لا تقوم الليل، الان ضع منهاجا في حياتك ان تقوم في كل ليله نصف ساعه اقل المراتب قبل الفجر، تتضرع فيها الى الله ان يحميك من السوء، ان يجعلك تمر من هذا الجو بامان واطمئنان. نعم، اكثر دائما من مراقبه الله عز وجل. هذا هو الجواب الذي يعلمنا اياه الاسلام ويامرنا به ابن عطائنا. وعندما اجد شبابا يتمسكون بهذه الوسيله ويطبقونها وياخذونها علاجا مستمرا مستمرا، اجد ان الله قد حماهم وانقذهم، نجحوا في دراستهم واخذوا الدرجات العاليه، وفي الوقت ذاته أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن الموبقات. الحمد لله رب العالمين.